السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. الأوكرانيون يترقبون سياسات المصرف المركزي تجاه العملة المحلية بعدما فقدت ثلثي قيمتها. الصين تحدد مستوى النمو المستهدف للعام الجاري عند 7%، ورئيس وزرائها يتحدث عن مخاطر عالمية. ضمن سلسلة تقارير سوريا، اقتصاد تحت الحصار، قطاع الدواء ينهض من تحت الركام لمعالجة آثار الحرب الإرهابية. أهلا بكم. يترقب الأوكرانيون بحذر سياسة البنك الوطني بتعويم العملة المحلية بعدما فقدت الجريفنا أكثر من 200% من قيمتها خلال أقل من شهر، سجل 40 جريفن مقابل دولار الواحد. الحكومة قررت إعادة تعويم العملة ووصل سعرها إلى 22 مقابل الدولار، إلا أن هذا السعر لن يصمد طويلا، وقد تهوي العملة المحلية من جديد في الأسابيع المقبلة بحسب محللين في كييف. تقرير موفد الميادين إلى أوكرانيا عباس الصباغ. طقس كييف الربيعي المتقلب ينعكس على سعر العملة الوطنية، فالبنك الوطني الأوكراني قرر تعويم الجريفن بعد أن تهاوى إلى مستويات قياسية الأسبوع الفائت وسجل 40 جريفن مقابل الدولار الواحد. إعادة رفع سعر العملة المحلية إلى نحو 22 جريفن للدولار مرده إلى حاجة كييف للعملة الصعبة لتسديد ثمن الغاز لروسيا. المواطنون الأوكرانيون الذين تهافتوا لشراء السلع والمواد الغذائية وتحديدا الحبوب يعتقدون أن الأزمة الاقتصادية ستشتد ربطا باستمرار الصراع في شرق البلاد. صعبة هي أحوالنا، فالدولار يسجل أرقاما قياسية والحكومة مسؤولة عن تطور الأوضاع. مواطنون آخرون يحملون الحكومة مسؤولية الأزمة ويطالبون برحيلها. الأزمة الاقتصادية تؤثر سلبا علينا وكذلك الشباب الذين لا يجدون عملا، ولكن لدي ثقة بأننا سنتجاوز هذه الأزمة، والأوكرانيون عاشوا أزمة أصعب. ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات يؤرق المواطنين هنا في كييف ويهدد بتدني قدرتهم الشرائية. أعتقد أن هناك أملا بتخطي الأزمة، فأنا متقاعد بعدما خدمت لسنوات طويلة في الشرطة، وهناك قانون يجب أن يوقعه الرئيس ليعفونا من الضرائب. الأزمة المستمرة في أوكرانيا تشي بتصعيد شعبي ضد السلطة الحالية بعد أن أخفقت في إعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلاد. فصل الربيع الذي بدأ في أوكرانيا مطلع آذار مارس لا ينعكس على حياة المواطنين، فالعملة الأوكرانية تفقد قيمتها أمام الدولار والأزمة الاقتصادية تشتد مع استمرار الأزمة في شرق البلاد. عباس صباغ، كييف، الميادين. روسيا لا تريد الانهيار الاقتصادي لأوكرانيا وفق ما رأت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي. لاغارد قالت إن انهيار اقتصادي أوكرانيا ليس لمصلحة روسيا لأنها دائن أساسي لكييف ومصدر للسلع الأساسية، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بما فيه صندوق النقد الدولي يقدم دعما ماليا مكثفا لكييف. أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ بتنفيذ برنامجه الجديد للتحفيز الاقتصادي عبر شراء السندات الخاصة والعامة ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، وتأمل إدارة المصرف أن يساعد ضخ السيولة في تعزيز النمو وارتفاع التضخم ضمن اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة. وبعد اجتماع هيئة المحافظين في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أوضح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن خطط البنك تشمل إنفاق 60 مليار يورو شهريا على شراء السندات والأصول، وهي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو التي تشهد بعض التحسن بعد سنوات من الركود. سنبدأ في 9 مارس الجاري شراء أوراق مالية حكومية في السوق الثانوية، وسنواصل أيضا شراء أوراق مالية معززة بأصول وسندات مضمونة والذي بدأناه العام الماضي. هذا التحرك سيدعم البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
360 مليون يورو تلقتها وزارة المال الألمانية من اليونان منذ عام 2010 فوائد على قروض طوارئ، وتوقعت الحكومة الألمانية أوجه دخل محدود للغاية في السنوات المقبلة تقدر بنحو 20 مليون يورو سنويا. يشار إلى أن حجم القروض المتعثرة زاد بين عامي 2012 و2014 من 46 مليارا إلى 78 مليار يورو. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة اليونانية على زيادة قيمة أصول الدولة وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل بدء سياسات الخصخصة في السنوات الماضية. وزير المال يانيس فاروفاكيس أكد أهمية الخروج من منطق خفض قيمة الممتلكات العامة الذي بدأته الحكومة السابقة لتسهيل خصخصة الأصول العامة، داعيا إلى إعطائها حق قدرها ودمجها في إطار إنمائي عام كي يستفيد منها القطاعان العام والخاص في آن معا. دعا وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على خطة ميزانية أساسية لوزارة الدفاع. هذه الخطة تزيد على السقف الاتحادي بما يصل إلى 35 مليار دولار. واعتبر كارتر أن خفض الميزانية إلى عام ثان سيجعل الجيش غير قادر على تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية، لافتا إلى أن طلب الرئيس الأمريكي 534 مليار دولار هو أمر أساسي لوزارة الدفاع للعام المقبل. لكن اللجنة الفرعية التي يرأسها جمهوري نبهت إلى أنها تلتزم بالقانون الحالي الذي يفرض سقفا هو 37 مليارا فقط. الصين حددت مستوى النمو المستهدف للعام الجاري عند 7%. رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ شرح الأهداف الاقتصادية لحكومته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب العام. رئيس الوزراء الصيني أوضح للبرلمان أن حكومته تخطط لإضافة 10 ملايين وظيفة العام الجاري مع سيطرة على مستوى تضخم حول 3 نقاط مئوية. مستوى النمو المستهدف يقل عن نصف نقطة عن العام الماضي، ما يشير إلى خطط لمواصلة النمو بخطى أبطأ لكن بجودة أعلى. خلال السنوات الماضية واجه اقتصاد بلادنا تحديات جادة داخلية وخارجية، وهي ما زالت ماثلة اليوم. هذا العام تهدف الحكومة إلى إيجاد أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة، وسيبقى العجز المستهدف في الميزانية العامة عند 23% من الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السنوي للمعروض النقدي عند حوالي 12%. خسائر العالم ككل من الفيضانات والكوارث الطبيعية تصل إلى 300 مليار دولار بحسب آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة. وذكر تقرير أنه يمكن الحد من تلك المخاطر إذا استثمر العالم 6 مليارات دولار سنويا في استراتيجيات إدارة خطر الكوارث. ضمن سلسلة تقارير خاصة عن اقتصاد سوريا في ظل الحصار، نضيء اليوم على مشكلة تدمير مصانع الدواء، مشكلة جعلت أكثر من 20 مصنعا خارج الخدمة. لكن الحكومة نجحت في إعادة تشغيل الشركة الطبية العربية لتلبية حاجات السوريين من الدواء. أيمن فاضل. دمرت أغلب مصانع الدواء في سوريا. الإنتاج المحلي الذي كان يؤمن 90% من حاجة السكان تراجع إلى الثلث، لكن الجهود الحالية نجحت في إعادة توفير الدواء المحلي بنسبة تصل إلى 60%. القطاع الخاص تمكن خلال الأشهر الأخيرة من إعادة تشغيل عدة مصانع جديدة، وتم نقل بعض المنشآت من مناطق المعارك إلى أماكن آمنة بمساعدة الجيش السوري تمهيدا لإعادة تشغيلها. في معامل في القطاع الخاص بالصناعة الدوائية تغطي حاجة المواطن السوري، وهناك استيراد لبعض الأدوية النوعية التي لا تنتج محليا.
وبسبب تضرر صناعة الدواء في سوريا ارتفعت تكاليف العلاج على السوريين، فالمستحضرات الطبية المستوردة تفوق أسعارها تلك التي تنتج محليا، والصيدليات لجأت إلى تقنين توزيع الأدوية حفاظا على الأنواع النادرة التي توقف أو تراجع إنتاجها محليا. وبعد تدمير مصنع الشركة العربية للدواء تاميكو الذي كان يوفر 40% من حاجة السوريين، أعادت الحكومة تشغيل عدة منشآت تابعة للشركة في مسعى لسد العجز. من خلال اعتداء المجموعات الإرهابية على الشركة الطبية العربية تاميكو، وهي من كبريات شركات إنتاج الدواء في سوريا، تم افتتاح فرع لهذه الشركة ويقوم حاليا بإنتاج أصناف الكبسول والأقراص، وكذلك نحن الآن بصدد إقامة معمل لإنتاج السيرومات، ومن المتوقع وضع هذا المعمل في الإنتاج بنهاية عام 2015 أو خلال الربع الأول من عام 2016. ولا تزال بعض المحافظات تعاني غياب العديد من الأدوية، أبرزها أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والقلب. أما في العاصمة والمدن الرئيسية فالأدوية المصنعة محليا توفرت مجددا في الصيدليات بعدما فقدت خلال سنوات الأزمة الأولى. ستون دولة ونحو 20 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 من الجاري، فضلا عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى. والمؤتمر الدولي سيخصص لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد، بما في ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة. المزيد زوروا موقعنا الميادين.net. شكرا والسلام عليكم.